ازيكم يا بنات، معاكم وعد. وحشتوني كتير. النهارده الفيديو هايل جدا بعد تجربه عنيفه معايا انا شخصيا. السلوليت او السلوليت بتتنطق بالاسمين. ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده، وناس كتير بتربطه بالسمنه وتقول عشان تخينه انا عندي سلوليت. طب ايه هو السلوليت؟ الاول هو الجلد بيكون واخد على شكل متعرج، واخد على شكل غمازات بتكون في الفخذين ومنطقة المؤخرة وأحيانا الذراعين والبطن وكده. الجلد ما بيبقاش متساوي ومشدود كده، بيبقى واخد على شكل غمازة لجوه. ده اسم السوليليت. مش شرط خالص تكون السيدة اللي وزنها كبير هي اللي عندها سوليليت، في أوزان يعني جسمها كويس وفي نحساء برضو عندهم السوليليت ده. دي بتبقى عوامل وراثية أو اتباع نظام غذائي خطأ أو عدم شرب المية، تمام كده؟ وعدم الحركه وعدم ممارسه الرياضه، ده اسباب السوليليت. وده كمان تعريف السوليليت. السوليليت ده بقى عباره عن ايه؟ يعني هو ايه؟ هو عباره عن سموم او دهون داخل الجلد، تمام كده؟ طيب احنا عايزين نتخلص من الموضوع ده. الموضوع ده اصلا يعني بيكون عقبه او حاله نفسيه عند السيده من الدرجه الاولى، لان هو طبعا بيغير جمال شكل الجسم بتاع المرأة، بيكون عندها حالة نفسية وحشة جدا. لازم تسمعوا وتعرفوا ايه هو السوليليت عشان نعرف نطبق الخطوة كويس جدا. انا واحدة من الناس كان عندي السوليليت، يعني اختفى بنسبة 90%. انا بقالي حوالي اسبوعين بعمل الوصفة دي، لما سمعتها ما رضيتش اقول اي عليها اي حاجة غير اما اشوف النتائج. السوليليت ده بقى هنعمل فيه ايه؟ لازم نمحيه. هو طبعا مش مرض ولا اي حاجة، بس راحة يعني أو حالة نفسية بتيجي للسيدة لو هو موجود في الجسم. أول حاجة هنعملها إيه؟ حاجة سهلة جدا، مش مكلفة ومش متعبة. شايفين دي الليفة، الليفة اللي إحنا بناخد شاور بيها. مش عايزة الليفة المغربية ولا الليفة اللي هي السفنجة اللي هي بتيجي مع الشاور ده، عارفينها أنتوا، الملونة دي. عايزة الليفة التقليدية بتاعت زمان دي، شايفينها كده؟ وهي خشنة كده، جسمك خشن يعني جسمك ما فيهوش ولا نقطه ميه. قاعد على السرير، قاعد على اي مكان، هتمسكي الليفه. هنعمل حاجه، اول حاجه التدليك ثم التدليك ثم التدليك. التدليك دوت هنمسك بقى الليفه كده ناشفه اهي، يعني ايه؟ مش عايزه بقى ايه الليفه من جوه كده، لا عايزاها من الناحيه دي. هنعتبر ان دي اللي فيها السوليت داخله لجوه كده. هنعمل ايه؟ هنمسك الليفه بحركات دائريه كده، اللي فتكون خشنه مش خشنه قوي عشان ما تخشيش تدعي عليا وتقولي تقول ده انت عورتيني يا وعد كده. 5 دقائق كده و5 دقائق كده، بعقس عقارب الساعه. التدليك دوت هنفضل ندلك لحد ما نلاقي المنطقه دي احمرت. ده طبعا مفهومها بقى ان اول ما المنطقه دي تحمر يبقى احنا كده نشطنا الدوره الدمويه. طبعا تنشيط الدوره الدمويه اصلا بيساعد على تكسير الدهون المتجمعه في السوليت دي، وكمان كده وغير كده وكده. تاني حاجة بقى بيعمل ايه؟ بيرجع الجسم للونه الطبيعي اللي احنا اتخلقنا عليه، التدليك ده. لان تنشيط الدورة الدموية اصلا بترجعنا للون الطبيعي بتاع جسمنا. نفضل ندلك لحد ما نحمر الحتة دي. طبعا احنا كده حمرنا المنطقة دي، يعني كده المسام مفتوحة، مفتوحة من غير اي نقطة مية، مفتوحة مع قطر. نعمل ايه بقى؟ نعمل الصدمة بسرعة اللي جاية دي. صدمة على طول والمسام مفتوحه. هنعمل ايه بقى؟ معلقه زنجبيل مطحون. ما عندكيش زنجبيل مطحون، زيت زنجبيل. ما عندكيش ولا ده ولا ده، معلقه بن او معلقه بن. هنعمل ايه؟ تمام يا بنات، هنعجن معلقه الزنجبيل دي. طبعا الزنجبيل معروف ان هو بيشد الجلد جدا، تمام. وطبعا المسام الجلد مفتوحه كده مكان التدليك. التدليك دوت ليه عامل اساسي رهيب في شد الجلد تاني. يا رب، جميل جدا يا بنات، هتعجبكم الوصف قوي. اول ما الاقي دي احمرت نشيل بقى على طول الليفه ونبدا بحركات دائريه برضو بالزنجبيل كده كده، عكس عقرب الساعه، 5 كده و5 كده، ونسيبها ساعتين 3 4 ساعات على الجسم كده. قبل ما ننام نشطف المكان ده ونرجع تاني يوم نعيد نفس النظام من اول اسبوع بقى، وشوف النتائج وادعوا لي. انا ما رضيتش اتكلم في الموضوع ده خالص غير لما الاقي النتائج حلوه وتعجبني. مبهوره جدا، انا معجبه جدا بالوصفه دي او بالفكره دي، الحمد لله.
كنت عايزه اقول لكم برضو حاجه، اهم شيء يا جماعه نتحرك كتير، اتحركوا كتير واشربوا ميه كتير. طبعا السلوليت مش مرض عضوي ولا حاجه ولا مرض اي حاجه، بس قلنا بتكون حاله نفسيه للمراه بتخفي جمالها. طبعا لو في اي حاجه نسيتها هنعملها كل يوم لمده اسبوع، هتلاقي النتيجه من اول مره. ويا سلام بقى لو كملتيها لشهر هتتخلصي خالص من السلوليت ده. ما عندكيش زنجبيل زي ما احنا قلنا، الزيت بتاعه عادي، الكريم بتاعه عادي، اي حاجه تكون بتشد الجلد، بس انا برجح الزنجبيل. لو انت بقى مش قادره تقومي تغسلي بقى البشره دي تاني، يبقى جيبي زيت الزنجبيل وتدعكي كويس بحركات دائريه وتسيبيه الجلد هيتشربه زي ما هو عايز، وبدون غسل وبدون اي حاجه. نعملها كل يوم على ليفه ناشفه. يا رب تكون الفيديو عجبكم وما يكونش طولت عليكم، بس سامحوني لازم افهمكم كل حاجه في الفيديو. ما تنسوش لو اول مره تشوف القناه اللايك والسبسكرايب والشير عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.